كاتب عام مساعد نقابة الأمن الجمهوري وأمين عام نقابة السجون والأسلحة. قلت باش نسمي الأشياء بمسمياتها لأن السي حسين أعطاها عرض سريع. ولا بالنسبة للدار العام والسجون والأسلحة، عندنا 12 مهندس فلاحي، 12 مهندس فلاحي، سي نور الدين البحيري يجيب مهندس فلاحي من وزارة الفلاحة ينتمي حركة النهضة ورئيس مكتب حركة النهضة في ولاية بن عروس، يجيبه ويعطيه رئيس إدارة فرعية للموظفين بسجل الأهوال. الإدارة الموظفين والشؤون الجزائية بسجل الأهوال. الاختيار هنا هو أنه في سجل الأهوال، وكان أعطاه فلاحة ولا مصلحة الفلاحة يكبر راسه هو أعطاه. معناتها تصوروا أنتم شخص غريب تماما على الكور على السلك ياخذ معناتها كيت معناتها رئيس دار فرعيه للموظفين الشؤون الجزائيه بسجن. كلمناش نور الدين البحيري معناتها شخصيا كلمته. التعيين هذا تم في عهد معناتها جابوا نور الدين البحيري والكرهبت في عهد نذير بن عمرو. باش تحب تقول كلمه على سي نذير بن عمرو، سي نذير بن عمرو ماهوش موجود راه معانا، ماهوش وزيرنا راه. عمره ما اتصل بالنقابات. السجون ما يعرفهاش، ما يعرف حتى شيء. حبيت تقول حاجه اخرى، المدير العام سجون والسلاح الموجود تو. مثلا المرنقيه ما يمشيلهاش بكل. لانه مانعين عليه زياره سجن المرنقيه. مدير العام سجون والسلاح هذا مورط في الانتدابات. ومورط في عده ملفات فساد قبل الثوره، واللي قيدوا فيه بها تو حاليا قاعدين يقيدوا فيه ملفات فساد هذه. ولذلك الرأى منه صمت مطبق. على الجمعيات خاصة اللي قاعد تدخل السجون كما عاد العلم وغيره، الجمعيات اللي قد تدخل بدون رقيب ولا حسيب ومن وراء المدير العام، لأنه الترخيص أعطاه له بسي نور الدين البحيري من قبل، وفما شخص مستشار بتاعه كان اسمه مصطفى اليحيوي اللي بالمناسبة أنا عايته عميل راهو متحمل في كلمتي معناتها هذا اللي 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 قضى على السجون التونسية واللي طور راهو أنه التكفيريين ولا من عشان نحب نكون سلفيين خاطر كلنا نستقبل السلف صالح، اما التكفيريين اللي موجودين اكثر واحد خدمهم واكثر بقايا قاعدين ينشطوا فيها هي السجون. مالوغوزمون في وسط السجون فما قاعد يمشيوا معناتها هذوما اللي يلقوا في الدروس ولا الجمعيات هذيا، واللي احنا بدنا ما نعرفوهاش قاعد تدخل سواء في سجون مرنقيه ولا برج الرومي ولا سجون اخرى من غير حتى ما تخرج اعلام للمدير العام راهم جاو. معناتها الوضعيه داخل السجون هي تو قاعده كي نقولوا مفرخه لتفريخ الارهابيين بالحق. مفرخه لتفريخ الارهابيين ومن ذلك وان مساجين ذوما اون برانسيب يكونوا وحدهم. معناتها وحدهم معناتها مش نعز لهم وحدهم في غرف وحدهم. تو قاعدين يحطوا فيهم في معناتها يفرقوا فيهم الغرف السجنيه لاجل معناتها التاثير على المساجين الاخرين واستقطابهم. فهمت استعمالهم خارج السجن باش نزوم الشعامبي. والله صدقوني والله كي قلت الشعامبي تو معناتها متاثر اللي صار البارح واللي صار من قبل على محمد الاسبوع اللي قصة روح واللي حبوا اطراف امنيه ومسؤولين في الامن حبوا يغطيوا على الحكايه وقالوا وانه سكران وحبوا ما حبوش يخرجوا حقيقه محمد الاسبوع. محمد الاسبوع يقتلوه الارهابيين واللي برشا اطراف مورطه في الامن ويعرفوهم بالاسم ويعرفوا التهديدات تاعهم من قبل. محمد السبوعي اللي تذبح البارح ذبح ولاد تونس في الشعامبي. ولادنا في الشعامبي ذبحوا البارح، ايه تذبحت معاهم انت؟ انتوما كنت تذبحتوا البارح. نحب نقول انا اليوم باش نتحمل المسؤوليه التاريخيه والمسؤوليه القانونيه. وباش نسمي الاسماء بمسمياتها وما عادش باش وانا نشوف اليوم الوضع اللي نعيشو البلاد ما لازمناش واجب التحفظ ولازم رمي واجب التحفظ عرض الحائط. واذا كان المسؤول فاشل وحتى لو ان في اسلاك شبه عسكريه أدعو القاعدة الأمنية إلى التمرد على قيادات فاسدة
وعلى قيادات تم ابتزازها بملفات فسادها، وعلى سياسيين معارضة وحب ومع الناس الحق بالكش اليوم كنقابيين أمنيين ندعو إلى تحييد معنا العمل نتاعنا على العمل السياسي، لكن اليوم كنقابيين أمنيين وعلى الوضع اللي موجود في البلاد لازمنا نخدم سياسي ولازمنا نتكلم في السياسي. اليوم أنا أتهم جميع السياسيين معارضة وحق أنهم آخر حاجة يغزروا لها المصلحة الوطنية، ويغزروا البلاد هذيا عبارة على كعكة وكل واحد باش ياخذ منها الكعكة، نصيب الكعكة. وهذا بالضبط اللي قاعد يصير من تجاذبات في وزارة الداخلية. اللي فرحنا الشعب التونسي وفرحت حتى النقابات تسمية زوز وزراء حياديين اللي هما وزير العدل اللي اليوم محايدين، اللي اليوم أنا نسميه وسميته على صفحتي في على شبكة التواصل الاجتماعي الوزير النائب لأنه غايب، لأنه سيد نذير بن عمو هذايا نعرف كان لسه مبركة، عمري ما ريت حتى قرار جريء منه ولا ما ريتوش جملة، مش ما ريتش قرار، ما ريناه الجملة، وما عمل حتى تحويل في صلب إدارة العامة للسجون والإخلاء ولا في صلب القضاء اليوم التونسي، ما عمل حتى شيء. اليوم في صلب وزارة الداخلية هناك الأمن الموازي، هناك الأمن الذي كان يخدم بن علي وليل حجامة أصبح يخدم في مصالح الحزب الحاكم الجديد. واليوم اتهم حزب الحاكم الجديد والترويكا الحاكم بانها القائد من الساهل، لان خاليه من البرامج، واحنا تحاورنا معاهم وتحاورنا مع السيد المدير البحيري كان على راس وزاره العدل، انها من اسهل الحاجه تلبس الجلباب اللي كان لابسته التجمع قبل وتخدم بنفس الوجوه اللي كان يخدم فيها التجمع. اليوم ما نصبوا على مفاصل القرار كان الفاسد وكان اللي يمدوهم بملفات الفساد نتاعو ينصبوه ويرقيوه ويقع ترقيته. اللي قام بتعذيب الاسلاميين واليساريين اليوم واللي انتهك كلهم اعراضهم واللي اغتصب نساء هو اللي ينصب على مفاصل القرار بوزارة الداخلية. اللي عقليته عقلية العبيد واللي طبق تعليمات السيد بدون حتى مراعاة للمصلحة الوطنية حتى لو كان قتل جميع الشعب التونسي. هذاكم العباد اليوم اللي قاعدين ينصبوا على رأس وزارة الداخلية. أنا اليوم نحب نسأل السيد لطفي بن جد الوزير المحايد جدا أثر أحداث الشعام اللي والناس الكل كانت مواكبة لأحداث الشعام، خرج السيد علي العريف في آخر أيام اللي هو وزير الداخلية وصرح أنه وقع بعض خلية أزمة باش تتبع أحداث الشعام منها إطارات أمنية مشهود بالكفاءة في العمل الاستخبارات في وزارة الداخلية وضباط من إدارة الأمن العسكري في لجنة مشتركة، وقع بعض هذه الخلية اللي فرحنا لها الحق وبدأت توصل، واللي يحبوا يوصلوا الناس كل معنى الشعب التونسي والناس كل تحب توصل للحقيقة. العباد هذه كي بدأت باش توصل للحقيقة وزاد بعث من بعد سيد لطفي بن جدو زاد بعث خلية أزمة أخرى تعنى وترصد لرصد من وراء بعض شبابنا التونسي والرمي به بدعوى الجهاد في سوريا، وبدأت تخدم الخلايا هذه في حيادية، وكنا وعندي صراحة عندي مصادر في وسط الخلايا هذه اللي كانوا يخدموا يجيبوا في المعلومات، لكن فجأة مع السيد لطفي بن جد وانا مصادري هذيا نحب نعرج بالله سامحوني مصادري هذه
زملاء، آباء لعائلات، ووطنيين، ويبكيوا على حال المؤسسة الأمنية اليوم، لكن أنا اليوم حتى لو تحل تحقيق اليوم وضع قضاءنا اليوم، أنا مانيش باش نعطي مصادري هذه، ومستعد حتى أني باش ندخل للحبس، ومانيش باش نعطي مصادري هذه إلا ما تحقق أهداف الثورة ويكون قضاء مستقل، ولا نعطيها مصادري القضاء الدولي. معناها ما يخمم حد إنه اليوم كالعادة السيد طارق شكيوة وكيل الجمهورية إنه باش يحرك تعليمات باش تجي سياسية إنه باش يعتقل وليد زروق. اليوم أنا باش نتكلم فليعتقل، ما خدمتش حتى 4 شهور، وقت اللي وصلوا للحقيقة وقع حل، لأن كانت فيه إطارات من إدارة الأمن العسكري وقع حل، لأن القيادات الفاسدة في صلب وزارة الداخلية ما تحبش إدارة الأمن العسكري توصل لها المعلومات وتوصل لها شكون اللي حرك في أحداث الشعاندو. أحداث الشعاندو وقع رصد من طرف ضباط المخابرات من قبل حتى بدايتها. أحداث الشعام اللي متسبب في تهجير وفي دمغجة شبابنا التونسي وفي رميه بدعوى أنه يجاهد في سوريا وقع رزق، لكن لا حياة لمن تونس. وأول ما نحمل المسؤولية، أنا نحب نحمل المسؤولية للي اليوم يحبوا يلعبوا البطولة، لأعضاء المجلس التأسيسي المنسحبين واللي اليوم معتصمين في بارد، وقت اليوم يناقشوا من أجل الدستور في مطة، وفي وقت اللي العباد قاعدة تخترق في مؤسستنا الأمنية ونحن قاعدين نسرحوا في وسائل الإعلام، واليوم ظهر لي حتى الصحفيين والإعلام شاهد على التاريخ وشاهد على العصر، وقت اللي هما وصلتهم المعلومات هذه ووصلنا لهم المعلومات هذه كنواب شعب، لكن لم يحركوا ساكن في مواضيع كثيرة كما هكا. واليوم معناها كي وصلنا بدينا نخلصوا في الفاتورة، والقاعدة الأمنية ما زالت تمارس عليها نفس سياسة الاستعباد، واللي يحل فمه أنه قل التعسفية وقطع الأرزاق جراء هذه القيادة الفاسدة اللي باش نذكرهم بالاسم ونتحمل مسؤوليتي، اللي حجوا إلى مون بليزير وتحصلوا على سك الغفران من الشيخ راشد الغنوشي الذي طالبني بالكف عن كشف الفساد والمفسدين والقيام بحفلات ورحلات. هذا شو تحبنا اليوم النهضة؟ شعب مهني. الحزب اللي وصل للحكم بعد ما سب التجمع المنحل، وبعد ما سب تصرفات التجمع المنحل، شيخ راشد الغنوشي دعانا ان نكتب تقارير الى حزب حركة النهضة، وللتاريخ هو يعرف إجابتي، وأنا مش نحتفظ بالإجابة ليس كدور بطولي ولا حزب. أنا نحب نسأل السيد لطفي بن جدو من وراء حل زوز خلايا أزمة اللي تبعث، وطالب بمحاكمته محاكمة عسكرية في الخيانة العظمى في حق الوطن. كل إطار أمن، وكان لطفي بن جد يعرف، واللازم الأمر كل من يكشف عنه البحث، والنقابة ستقدم قضايا عدلية. أما نعرف القضايا العدلية مصيرها الرفوف، وعنا سوابق وانتم تعرفون. أنا نحب نزيد نسأل سي لطفي بن جد ويجاوبني، سي طاهر بو بحر ماذا يفعل في ديوانك سيد الوزير وأنت أعلنت حيادة؟ سي طاهر بو بحر، الطاهر بو بحري مستشار وزير الداخلية،
كان في سلك الحرس الوطني تورط في انتماء الى حركه النهضه في عهد بن علي ورجع ومشى لفرنسا ورجع بعد الثوره، وهو حاليا يشغل خطه مستشار وزير الداخليه. وهو وزير، انا نتهمه هو اليوم الوزير الفعلي. فتحي البلدي ديوان الوزير مستشار، عبد الكريم العبيد اليد اليمنى لمحرز الزوار اللي كان في المطار، محرز الزواري ولا يخفى القمر عن هذا الشخص اللي اليوم في حكومة انتقالية، وكان جاء السيد لطفي بن جد وزير محايد، وظهر لي محرز الزواري تجبد في قضية اغتيال شكري بالعيد، وفما شكون حتى اللي وصل للتهم اليوم كما ستار بالحسين. أنا أدعو يا يحطوا ستار بالحسين في الحبس، يا اليوم بعدونا على الشك في، ونحب وزارتنا محايدة. بعد محرز الزواري يا اخويا، محرز الزواري بطل من ابطال تونس، لكن بعده ما دام الانسان هذايا وصل معناه التهموم. لكن محرز الزواري اليوم اؤكد انه قاعد يغطي حتى في المعلومه على وزير الداخليه، اللي انا ادعوه الى الاستقاله سيد وزير الداخليه لطفي بن جد. وهذايا زاد بالحق حتى المكتب التنفيذي لنقابه الامن الجمهوري ما في بالهمش، اللي انا سادعو في كونفيرونس دو بريس السيد لطفي بن جد الى الاستقاله، لانه لم يقنعني يوما بتاتا. وفما صحفيين ظالي سريت لهم من النهار الاول اللي تسلم فيه هو وزاره الداخليه. الكذبه الكبرى واللي نحب نحاكم فيها فرحات الراشحي وحقوقيين ويدعيوا برواحهم حقوقيين وهما هاجموا الجهاز هذا. اليوم الكذبه الكبرى انه حل الجهاز البوليس السياسي، البوليس السياسي عمره ما تحل، والبوليس السياسي اليوم اللي يرقصوا محرز الزواج، اللي تحلت اداره امن الدوله اللي كانت حتى في عهد الدكتاتوريه كانت محايده، صحيح عندها اخطاء وصحيح عندها سلبياتها وتجاوزاتها، لكن بالحق والله العظيم من احسن الاجهزه الفعاله اللي كانت اليوم تنقذ الشعب التونسي من ممارسات قاعده تصير كما هكا. الحمله اللي ساهمت فيها حتى وسائل الاعلام ونعرفوا ماهيش عندي راي، الحمله اللي ساهمت فيها الاداره اللي حلوها اداره امن الدوله هي اداره تحمي جميع ارشيف المعارضين لبن علي اللي خذوا باسبوراتهم واللي تاريخ نضالهم مش صحيح، واللي اليوم لازم نكتبوا للاجيال القادمه تاريخ صحيح بتاع البلاد، تاريخ المناضلين الصحيح. إدارة أمن الدولة هي اللي تحلت، هذه هي الكارثة اللي تسبب اليوم في الوضع اللي وصلت وزارة الداخلية. أنا فضحت، والنقابة الأساسية اللي طارت عمان سجون والسلاح فضحت، والحاجة الوحيدة اللي وصلنا لها اليوم انها فتحت التجاوزات في الانتدابات. التجاوزات اللي في الانتدابات في اعطى دول الديمقراطيات كان البيدو المعروفه نتاع السوابق العدليه، لازم اللي يحمل الزي نتاع البلاد لازم يكون انسان خالي من السوابق العدليه، معروفه هذه. وحتى في أعطى دول الديمقراطيات يطبقوا فيها، لكن ما رانا اليوم لإدخال شباب مغرر بهم إلى السلك، قاموا بإلغاء هذا الإجراء بعد ما دربوهم على السلاح، ومنهم تلميذ دورة جالولاني في الرماية في السلاح، ومن بعد ما خدموا كملوا تدريبهم وباشوا عملهم في الوحدات السجنيه، عيطوا لهم وقالوا لهم تسلموا ازيائكم لانهم القاوم عندهم سوابق عدليه.
اللي عنده في قضايا المخدرات واللي عنده في التجاوز في سياس حدود، هذا موجود اليوم في الشرطة والحرس ومازالوا ما عملوش. الإجراء اللي عملته السجون بضغط من النقابة مازال موجود في الشرطة والحرس ولا ذاك الوقت. شنو دخلوهم يخدموا؟ دخلوهم يا في الانتدابات الجديدة اليوم. وهذا الخطير راهو مش معناه انتماءات لانتماءاتهم الحزبية، لكن اللي انه عباد عنده سوابق عدليه تنتمي الى السلك الامني تحمل الزي، معناها نشوفوا اليوم اللي تجاوزات اللي قاعده تصير في سلك الاسلاك الامنيه والتجاوزات اللي حتى في العنف الغير مبرر اللي نرفضوه نحن كنقابيين، واللي بوليس بن علي راهو خذاه اللي يتهمونا بوليس بن علي، بوليس بن علي خذاه الدرس. واليوم ما وقفنا هذي لأن من لا يلدغ المؤمن جحري مرتين. بين القائمة باش نذكرها، باش نذكر القائمة اللي نحب سيد وزير يتحرى فيها ومستعد حتى لفتح تحقيق معايا. كنا طارق أبو بحري، فتحي البلدي، عبد الكريم العبيدي. شوية طارق أبو بحري مستشار وزير الداخلية، فتحي البلدي، غير أمني، عبد الكريم العبيدي، أسامة أبو ثلج اللي قالوا لي هو أبعد على ديوان السيد وزير الداخلية، لكن إلى البارح أسامة أبو ثلج يتجول بديوان السيد وزير الداخلية ومعنى بتعيين الولايات والمعتمدين. سمحني أسامة أبو ثلج تم إبعاده من وزارة الداخلية بضغط، حاليا هو مستشار للرئيس الحكومة. رئيس الحكومة لكن هو رئيس الحكومة. هو أما مقر التواجد بتاعه دائما متواجد في وزارة الداخلية. دائما متواجد في وزارة الداخلية وهو اللي عاين في الولايات والمعتمدين. أسامة أبو ثلج التهمته نقابة الحرس بمدخل سلاح. محرز الزواج. وهو الرأس المدبر لهذه التعيينات الكل. وهو اللي هز العباد باش حجوا إلى مونبليزي. مدير عام مصالح مختصة. مدير العام للمصالح المختص، وهو اللي يوقف في المعلومة ويوقف في التقارير من رؤساء فرق الإرشاد بكامل تراب الجمهورية. واليوم رؤساء فرق الإرشاد بكامل تراب الجمهورية يتصلوا بنا بالمصالح المختصة أنهم كتبوا من قبل حتى عملية اغتيال شكري بالعيد، من قبل حتى عملية بداية تحرك العناصر الإرهابية في تونس، كاتبين تقارير، وكاتبين تقارير على دخول السلاح إلى التراب التونسي، وكاتبين تقارير في تحرك الجماعات الإرهابية هذه وعلى الاغتيالات وعلى ورصد تحركاتهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. التقارير هذه تقف عند سي محرز الزبالي. رياض بن طيف مدير عام التكوين، هذايا ابن أخت أبو عياض زعيم أنصار الشريعة. ماخذ تكوين. كون فيهم على المختار. العقيد عمر العربوط. العصا الذين يضربون بها المتظاهرين. رئيس إدارة فرعية للأمن العمومي. تمت ترقيته. رئيس إدارة فرعية للأمن العمومي. حسن الزاهي. عقيد مدير إدارة حفظ النظام المركزي بالإدارة العامة لوحدة التدخل. حمزة بن عويش وليد عاد صفة الكافي. شكون؟ حسن الزاهي. عقيد مدير إدارة حفظ النظام المركزي بالإدارة العامة لوحدة التدخل. سبب المشاكل اللي صارت في بار ولولا تدخل نقابة البوب وحدات التدخل، ولولا تدخل نقابة الأمن الجمهوري
لسارة ملاية وقدوا عقبية. حمزة بن عويش ساهر محرز الزواج مدير العام مسارح المشرق. حمزة بن عويش مدير عام مسارح المشرق حمزة بن عويش وساهر محرز الزواج. زين المسعود. زين المسعود. زين المسعود. لطفي الصغير. زين المسعود شكون؟ مهندس فلاحي. مهندس فلاحي رئيس مكتب حركة النهضة. في فترة الانتخابية في فترة الانتخابات رئيس مكتب حركة النهضة ببن عروس واليوم مدير رئيس إدارة فرعية للشؤون الجزائية بسجن الأهواب. بعد يقولون لنا شيء. لطفي صغير مدير إدارة الحدود والأجانب. مدير إدارة حدود والأجانب. لطفي الزرلي آمر فوج نائب. لوحدة التدخل. العقيد عماد التوزي مدير مدرسة المفتشين ببن زرت. هذا تورط في قضية عام 2009. شبكة كاملة في وزارة الداخلية تقوم بإعطاء جوازات سفر مدلسة لأشخاص لهم سوابق عدلية مقابل مبالغ مالية. تم تلفيق تهمة أو قبولها من طرف السائق الخاص متاع العقيدة ذي عبد الرؤوف الورغي السائق متاعه الذي عاد للعمل بعد الثورة واللي رفع به قضية. لكن القضية هذه تتجمد والسيد ذي يقع ترقيته ويقع تسميته كمدير المدرسة مدرسة المفتشين ببن زرت. عبد الرؤوف شكون هذا؟ عماد التوزي. الراد زهير زهير الحاج امر فوز السوسي كان يشغل ببن عروس لديه عديد من الملفات بالورشة المركزية تاع بن عروس. وليد بالسياسة ما خاطر قاعدين لك يحبون ينزبوني في الوقت. وليد معلومات مهمه هذه هي اللي لسه هذه على لسه مازال دي جنات وهي عاملين عليها فكره استنى في هاي بالا كيكه رياض عماد قام بكسر فم السيد عبد ليه عبد الكريم الهاروني وزير اليوم عبد الكريم الهاروني وزير النقد في سجل الهوار عام 2001. مدينا ملفات فساد الى السيد نور الدين البحير فقام بايداعي للسجن بتهمه نسبه امور غير حقيقيه لموظف. السيد هذا تجاوزات ماليه بعد الثوره. سارق بامتياز. هذا سارق بامتياز يتم ايقافه بعد تقديم ملفات لمجموعة 25 محامي ونشكرهم. سرياض العماري وقفوه 9 أشهر لكن بعد 9 أشهر يرجعوا للعمل. وبعد 9 أشهر يتم ترقيته وتوسيمه من طرف السيد رئيس الجمهورية الحقوقي السيد الدكتور محمد المنصف المرزوقي. ليه بالحق معناها الوضع كارثي. الوضع كارثي ونقول للعباد هذيا انا اتهم السياسيين بخيانه دماء الشهداء. بخص الكلمه ما نعرفش يقعش توظيفها توضيح صغير نعرف سامحني باش نكون انا فاهم باش نوريك اللي انا فاهم. توضيح التمرد من اجل للقيادات الفاسدة باش ما يكون باش ما للقيادة الفاسد. التمرد كيفاه؟ تمرد بتقديم ملفات فساد اللي معروفين
رفض التعليمات الغير قانونية، هذا هو التمرد، لأنه اليوم نلقاو قاعدة القاعدة تشوف في عباد ترفض في تعليمات غير قانونية تتعرض للسجن، تتعرض للإيقاف، تتعرض لحبك التهم، معناها تتعرض إلى هرسلة من نوع لا أراك الله مكروه، معناها هذا إيش قصدت به بالتمرد؟ أنا التمرد من أجل قيادات فاسدة، لكن المؤسسة الأمنية فيها قيادات شريفة، وأغلبية من القيادات الشريفة اللي اليوم نداء إلى القيادات العسكرية والقيادات الأمنية الشريفة بالتدخل الفوري وإيقاف هذه اللعبة الدنيئة وإيقاف كل من توطأ مع أي طرف سياسي، رأوا فما أطراف معارضة زادة قاعدة تتلاعب فما تجاذبات سياسية في على معناه متحمل مسؤوليتي، رأوا مش كان نتهم كان حزب حركة النهضة، نتهم زادة أطراف سياسية أخرى بالتلاعب بأشباه نقابيين اليوم وبقلاع مازالت عملاء للنظام السابق داخل وزارة الداخلية اللي اليوم قاعدين يتلاعبوا بالمصلحة الوطنية. وشكرا. مستهدف المؤامرة هذه باش تنجح المؤامرة هذه هي المؤسسة الأمنية. لأن المؤسسة الأمنية كانت تتصدى لكل مؤامرة لكن ما ضربتش. لكن هالعدو المجهول اللي حاول يضرب تونس أول ما يضرب منبع القوة فيه اللي هي المؤسسة الأمنية. باش ينجم يضرب؟ باش يضربها زعزع الثقة فيها، زعزع ثقة الناس فيها، وقت اللي هي راهي ما تستاهلش. هذاك علاش توا الموظفين والأمنيين نجم نقول لك أنا مرضى نفسانيا، احنا نقولوا في اللغة الدارجة من قلة الخير نتاع العباد. بالحق توا أول حاجة لازم واحد يحاول يرجعها يحاول يعملها للأمن، يحاول يستعرف له بالجميل على خاطر الأمن يقبلنا. راهي تونس فيها قرابة 30,000 بوليس، ما همش الكل يعرفوا زين العابدين، ما همش الكل ياخذوا في ماندا من عند زين العابدين، ناس تخدم في خدمها، ناس زويولية، ممكن كان يشوفوا للأمن في تونس منظار انتوما ما كنتوش تشوفوا فيه، كان يحقق في الأمن في تونس بالمنظار اللي انتوما اليوم اللي تشوفوا فيه، هو كان يشوف فيه من زاوية انتوما ما كنتوش تشوفوا فيها، كنتوا تشوفوا فيها الزاوية هذيك هي اعتداء على حقوق الإنسان، وماهوش صحيح. البوليس قبل كان يخدم في تونس ويحب تونس، ما يعرفش الزين العابدين وما يعرفش ماهوش يقابل فيه، ماهوش ياخذ منه في امتياز، وكلكم عرفتوا بعد الثورة اللي أكثر إنسان مظالم هو البوليس، أكثر إنسان ياخذ في شهرية قليلة هي البوليس، ما عندوش امتيازات هو البوليس، باش ينجم العدو الخفي يتوغل في البلاد. أقوى إدارة في تونس، أكثر إدارة محايدة، إدارة وقت اللي تدخل لها قضية تنجم تقول لك وما تخاف من حتى حد حتى من زين العابدين تقول له هذه قضية مفبركة وتنجم تقول له هذه قضية صحيحة. أضرب الإدارة هذه وباش يوصل مساج للبوليسية الكل تاع الجمهورية الكل، احنا نقولوا أضرب القطوسة تتربى العروسة، أضرب البعض باش يتربيوا الآلاف. كيفاش يضرب؟ يحير لك قضية عندها 20 سنة، قضية تعذيب، هل أثار التعذيب تقعد بعد 20 سنة؟ نجم تقعد لكن شكون يأكد اللي هي أثار تعذيب علاش ما يكونش عمل لك سيدان؟ معناها كي يحب يفبرك هالك يفبرك، كي يحب يفبرك هالك يفبرك. المساج اللي يوصل يا بوليس تعمل عملة حتى بعد 20 سنة تتعب، وش تعمل عملة؟ تقف تخدم على خاطر المسألة مربوطة بالخدمة، تقف تخدم حتى بعد 20 سنة تتعاقب. يهبط لك دي فيديو في الانترنت نتاع بوليسية زملاء يخدموا في المراكز وفي المرور ومع ولا علاقة بالبوليس السياسي اللي يحكيوا عليه. يهبط لك دي فيديو يتحصروا في قهوة، يتحصروا في واحد، يعملوا لهم محاكمة. يحاكموهم في القهوة ويهانك البوليس هذاك ويتعدى الفيديو على أولاده وعلى عائلته ويكون درس الألف بوليس آخر لأسير فيه اللي صار لك الزميل هذاك. هذا المساج اللي يوصل بطريقة أخرى في نفس الوقت
تتفشى شبكة عنقودية في البلاد فقاع اللي كان متحير وكان معروف وكانوا مسيطرين عليه ومراقب يصبح كالفقاع الكعبة تنتج 10-20 ما عادش نجم تسيطر عليها. وفي نفس الوقت هالفقاع هذاك يستغل من أطراف. هالفقاع اللي تحكيوا عليه هما هذوما السلفيين اللي تقولوا عليهم انتوما تكفيريين. هما بيتهم سلفيين نحترموهم. هما مواطنين وتوانسة فكروا حر فيه باش يكون دعوي حر باش يكون جهادي يرى في جهاد من زاويته هو. وديجا هما برشا جهاديين توا عملوا يقولوا اللي هما ما يتبناوش العمليات اللي قاعده تصير في تونس وهما راهم ينجموا يقولوا يتبناوا العمليات لو كانوا عاملينها. لكن المشكله شكون اللي يعمل في العمليات هذه؟ هما ناس ماهمش منظمين. هما ناس تبعوا التكفير وتبعوا السلفيه لكن بطريقه اجراميه. هما في الاصل مجرمين وقع استقطابهم للميدان هذا باش يقوموا بالعمليات هذه. كيفاش نجم تسيطر عليهم الشيء هذا بالامن؟ الامن كيفاش؟ بالمعلومه منين تجي؟ ميدان في وزاره الداخليه اسمه ميدان المعلومات اللي هو المصالح الارهاب اللي هو الاستعلامات اللي هو الارشاد واللي هو المواطن. الميدان هذا انا راه مجمد من اول الثوره الى يومنا هذا. الميدان هذا مجمد على المستوى التطرف. ممكن يجيب في معلومات اخرى الله اعلم، لكن على مستوى التطرف هالميدان هذا مجمد. وبالنسبه لاحدى الدول في الديمقراطيه الانسان وقت يفشل انا نعرف يقدم استقاله. تكون عنده كرامه باش يقدم استقاله. هالانسان اللي يفشل في مره وفي اثنين وفي ثلاثه وما قدمتش استقالته اش معناه؟ اش معناه متملح من ارواح العباد؟ في ميدان معينه انا لو كنت نقول لك مثلا في ميدان الاجرام صارت جريمه بشعه وتوالت وما وصلوش باش يحصلوا المجرم شكون؟ المدير العام المكلف بالامن العمومي يلزمو يستقيل. لكن احنا توا في ميدان اخر اللي هو ميدان الارهاب. اللي هو الارهاب الناس المسؤولين على ميدان الارهاب اليوم في تونس وفي المنظومه الامنيه بصراحه فشلوا. ما نقولكش الوزير، الوزير محايد وجاي باش يخدم لكن ما لقاش كيفاش يخدم. فما حاجز بينه وبين المسؤولين، فما حاجات ممكن ما توصلوش. يلزم تصادقوا على القانون اللي يحمي العون باش العون ينجم يخرج يخدم. وحاجه اخرى يلزم نعاود اذا كان نحبوا نتصدوا للارهاب واذا كان نحبوا نلقفوا بلادنا يلزم نصادقوا على القانون تاع حمايه الاعوان، نعاودوا نهيئوا وزاره الداخليه، نعاودوا نراجعوا التعيينات على مستوى المديرين العامين في الادارات ونحطوا الكفاءات مش بالموالات. والحاجه الاخيره والحاجه الاخرانيه يلزمنا نتعاون الناس الكل، حقوقيين، امنيين، مواطنين، صحافه، الناس الكل يلزمنا نلتزموا بحرب ضد الارهاب. يلزمنا الناس الكل نلتزموا بحرب ضد الارهاب. يلزمنا نفعلوا قانون الارهاب باش نجموا نتصداو للظاهره هذه اللي يلزمنا نقفوا البلاد. اليوم بلادنا مهدده، يلزم الناس الكل تنسى اللي انت امني، تنسى اللي انت صحافي، تنسى اللي انت ايا كان تقف لتونس. اليوم تونس تعيط لك باش تقف معاها. بارك الله فيك. عمليات اغتيال سياسي او الهروب للمدنيين او شهداء ثوره ترحم عليهم الكل. بالنسبه لي انا مش نقدم لكم روحي، سامحوني لمسه بسيطه. انا دخلت اخر بالضبط عام 91، من عام 92 حتى 2010 حصلت على شهاده مظلي براشيد، شهاده درجه اولى طلايع، شهاده مكافحه تقرير الارهاب، شهاده درجه ثانيه فنيه الاقتحام والتدخل في ميدان الارهاب والعمليه الارهابيه، شهاده اختصاص في الرياضه القتاليه والدفاع والسيطره والاستعمار التنفاخ، شهاده درجه ثانيه طلايع، شهاده درجه ثالثه طلايع، شهاده درجه ثالثه فنيه الاقتحام والتدخل، شهاده في الرمايه السريعه والدقيقه والقنص، شهاده فنيه التدخل لتحرير الرهائن والمحتجزين، شهاده حمايه الشخصيات المترجله الراكب والقارب، شهاده اختصاص في تدريب الخرق
عن التصرف في الأزمات بأمريكا، شهد التدخل في حالات الأزمات برنامج البرنامج العربي لمقاومة الإرهاب بأمريكا، شهد اختصاص في تكوين الفرق في التدخل لإرهاب الأزمات المتسبب في الإرهاب، ومؤهل عدد واحد في الحصول على معلومة، وشهد درجة ثانية في ترتيب الوظائف الإدارية، وسنة 2010 شهد الإسعافات الأولية، تم عزي من الوظيف في عهد السيد علي العريض من أجل العمل النقابي، قرار العازل عندي تعطيل سير العمل والتطاول على من أعرف أنه رد. أنا اليوم جيت هنا باش نوضح لكم حاجة صغيرة هي الإرهاب، واللي يقع اليوم في تونس حكيت عليه في مايو اللي فات، وموجود موثق في جريدة الصباح وشمس فاء وعدد الصحف الأخرى. اليوم احنا تونس تعرض إلى إرهاب منظم برعاية أحزاب حاكمة وتحمل مسؤوليتي في الكلام نقول فيه. الإرهاب فما أربع حالات من الإرهاب، فما الاغتيال وصار الاغتيال السياسي العمل هنا، صار أربع حالات اغتيال، هو لطفي نادر ومحمد السبوع وفكري بالعيد ومحمد إبراهيم رحمه الله. صار التفخيخ والتفجير، وتشوفوا أنت التفخيخ والتفجير الحصيلة الآخر شيء هي سيارة حرس الوطن الحرس البحري بحلق الواد. كيف كيف نشوفوا احتجاز الرهائن، وهذه إلى حد الآن ما زالت ما وصلتش وربي يسترنا منها. والأخيرة اللي هي القرصنة، نقول القرصنة هي تغيير وجه طائرة أو حافلة أو باخرة. شعمل السيد علي العريض من دون تعيينه على رأس وزارة الداخلية، أبعد كل القيادات الأمنية المعروفة بحبها لتونس، وربما أخطأ، ربما كان عندها فساد مالي وإداري، لكن متمكنين من الأمن، أبعدها من كلنا تقاعد وجوبي. كيف كيف أبعد العديد من الأمنيين بالعزل، بعث العديد من الإطارات إلى دارفور، بعث العديد من الأعوان إلى قطر، وإحنا تونس في حالة باش نوفروا أكثر ما يمكن عدد من الأمن. يا حبذا لو كذا رجعوا الخرجوا تقاعد. جمد القيادات، جمد الكفاءات والقيادات المعروفة، جمدها كل، وبعث أمن تقريبا ما يسمى الأمن وازي، خاصة موجود في الإدارة العامة لوحدات التدخل، لنشوفه الإدارة العامة لوحدات التدخل، وأنا نتصرف باش ننتمي للإدارة هذه، موجودة في كل سكن جامع، موجود في كل جامع إمام وهلم المجر، وفي الحالة ما أنا نعرف سكنة قفصة أبعد جامع يبعد عليها 65 متر، معناتها لهنا العملية ممنهجة. القيادات الأمنية اللي تم تعيينها في عهد السيد علي العريض هي قيادات أمنية كما كانوا يسموا فيها الزملاء قيادات أمنية فاشلة، قيادات أمنية فاسدة، وقيادات أمنية عندها ماضي أليم. ونذكر لكم منهم سيء الذكر محمد عماد الغضباني اللي هو فشل قبل الثورة في أحداث السمان، وفشل بعد الثورة في نظراً هو مدير إدارة عامة لوحدات التدخل مهمته حفظ النظام، فشل في أحداث السمان، في أحداث السمان قبل الثورة وبعد الثورة، فشل في أحداث الاتحاد العام التونسي للشغل، في أحداث اجتماع نداء تونس بجربة، في أحداث سليانة، في أحداث السفارة الأمريكية، واليوم نشوفه فيه بالرغم من الفشل نتاعو نشوف فيه مازال على راس الاداره العامه لوحدات التدخل. كيف كيف رياض بن طيب، انا نعرفه جيدا كان يخدم في قفصه، هو ضابط فاشل يعينوه اليوم على راس اداره التكوين، ويزيد يعين احد اقربائه سيف الدين بن طيب على راس تفقدية العامه. كيف كيف محرز الزواري اللي هي المعلومه تقريبا مفقوده تو في تونس، تقريبا المعلومه مفقوده في تونس، يعينوه ويزيد يعينه تقريبه حمزة بن عويش. معناتها القيادات الأمنية في الشرطة ما هيش معينة حسب الكفاءة، معينين حسب الولاء وحسب الفساد وحسب ناجم يطبق تعليمات. لأنا باش نطلب بالله حاجة من الإعلاميين وكل مكونات المجتمع التونسي، بالله بلادنا تمر بأزمة نتاع إرهاب، نحاولوا الناس كلنا تفطنوا نتفطنوا الإرهاب، على خطر الإرهاب هو يبدأ أما بشخص أو تنظيم أو حتى إرهاب الدولة. إحنا نخافوا لليوم تبدأ السلطة الحاكمة هي اللي تغطي على الإرهاب، سواء عن قصد أو عن غير قصد. المديرين
والرؤساء المصالح المكلفين بالمعلومة ما يوصلوش المعلومة أو هي عندها جناح عسكري نتاعها. أنا مش باش نطول عليكم من هنا لخاطر الموضوع الإرهاب طويل وطويل جدا، لكن الحاجة الوحيدة نعاود نحكي فيها، راهو الإعلام ينجم يعاون الأمنيين أكثر ما يمكن.